يدين العدوان الصهيوني الجبان الذي طال الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وعلى الرغم من عدم تأثيره أو فاعليته كما كان متوقعاً وبمثابة ذر الرماد في العيون، إلا أن ذلك يمثل عدواناً مخالفاً لجميع الأعراف والقوانين الدولية، ويندرج ضمن منهج الاعتداءات السافرة على سيادة الدول، من بينها الجمهورية الإسلامية التي باتت تقف في حائط الصد الأول أمام تمادي هذا الكيان الصهيوني المحتل واستمرار جرائمه في المنطقة، لا سيما لبنان وفلسطين، واستهداف المدنيين وقادة المقاومة ورموزها، وسط صمت مطبق من قبل بعض الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي تجاه هذا الاستهتار والتمادي للعدوان الصهيوني، مستنداً إلى غطاء عسكري وسياسي إجرامي من قبل الإدارة الأمريكية. كما أننا نستنكر استخدام الأجواء العراقية لاستهداف دول الجوار وانتهاك سيادته، سيما انتهاكه من قبل ضرب الجمهورية الإسلامية. وهنا نسأل القائد العام للقوات المسلحة والعمليات المشتركة عن موقف الحكومة بهذا الاتجاه إزاء هذا الخرق غير المقبول، والذي يشير إلى حجم الانتهاك الواضح لسيادة البلد بالتزامن مع الخروقات الأمريكية والقصف التركي لشمال البلاد. لذا فإننا نطالب من السلطتين التنفيذية والتشريعية بعقد جلسات طارئة وإصدار موقف واضح وصريح بشأن ما يحصل من خرق للأجواء العراقية وانتهاك سيادة العراق لاستهداف دول الجوار وما يمثل ذلك من تداعيات خطيرة على العراق والمنطقة مستقبلا. وكلنا ثقة بأن النصر سوف يكون حليف المجاهدين في محور المقاومة الإسلامية، وهم يواجهون جبهة الشر للعدوان الصهيوني ومجرم الحرب نتنياهو ومن لف لفيفهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النائب حسين عامر عضو لجنة الدفاع النيابية.